استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. وأفادت مصادر طبية بالقطاع باستشهاد عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بجروح في غارات للاحتلال المتواصلة على جباليا شمالا وعلى عدة مناطق وسط القطاع. استشهد خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 55 شخصا في غارات إسرائيلية على المنازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد عشرات الشهداء ووقوع جرحى. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطن من بينهم كوادر طبية و22 جريحا. وتواصل قوات الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.